خلصنا بقى موضوع الحديقة الدولية واطمننا ان الحمد لله ان ما فيش اي يعني ان شاء الله يعني ما بقاش في اي تأثير ولا تغيير يمس الحديقة الدولية. تعالوا بقى نتكلم عن اصل المشكلة اللي احنا بنقع فيها كل مرة. فكرة انه تحصل شائعة ثم نرد عليها. هو في آلية تانية وفي طريقة تانية للتواصل مع الناس تخلينا ما نحتاجش نوصل للمرحلة دي لكن نفك الاشتباك بدري؟ ده السؤال اللي احنا متشرفين النهاردة هنطرحه على اثنين من الأساتذة، الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، والأستاذ أو الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. هنبدأ مع الأستاذ عماد. أستاذ عماد الدين حسين مساءك خير وأهلا بيك معنا في التاسع. مساء الخير أستاذة دينا، تحياتي ليك ولكل السادة المشاهدين. احنا عندنا سؤال كده نفسنا نتعلم او نعرف او نفهم ازاي ممكن تتفك الازمة او العلاقة اللي دايما فيها شك كده واحيانا استباق سوء النية، اننا بنصدق الاشاعة لاننا مصدقين انه ممكن يحصل حاجة مش حلوة، نعمل ايه؟ طبعا بس عايزين نتفق الاول ان الاشاعات يعني موجودة منذ خلق الانسان وستستمر حتى قيام الساعة، ماشي؟ اللي هيفرق فقط هو درجة الدقة ودرجة الرد ودرجة السرعة. لما ظهرت السوشيال ميديا ليها فوائد كتيرة جدا في حاجات كتيرة وفي مجالات كتيرة جدا، لكن ليها عيوب خطيرة جدا، منها سرعة ظهور الشائعات وسرعة انتشار الشائعات. وبالتالي أنا يعني سمعت جزء من المقدمة بتاعت حضرتك، كلما كان عندي حقيقة كلما كان ذلك أسرع طريقة للرد على الشائعة أن تكون هناك الحقيقة. هذه جوهر المسألة. الإشاعات ليه بتصدق؟ حينما يكون هناك مناخ يسمح بتصديق الإشاعات، حينما تكون هناك أزمات. وبالتالي أنا أظن أنه الثقة يعني كلما زادت العلاقة ودرجة الثقة بين المواطنين أو غالبية المواطنين، لأنك أنت مش هتقدر تقنعي كل الناس في أي وقت وفي أي مكان، كلما زادت الثقة بين غالبية الناس وبين الحكومة والأجهزة المحلية والحاجات دي كلها، كلما قلت تصديق الشائعات والعكس. طيب ازاي يا استاذ عماد تزيد الثقة؟ ما هي دي كمان الثقة. هقول لحضرتك كمان في جزء طبعا ان احنا زي ما حضرتك عارفه مساله الوعي مساله تراكميه، فيها درجه تعليم، فيها درجه وعي، فيها درجه ثقافه، فيها حاجات كثيره جدا، فيها انه يعني لو حد انا دايما كده بيقول لك ايه يعني اذا شهدته للناس ده انه ده صادق خلاص الناس بتصدقه. كان عندنا في القرى زمان شيخ المسجد، القسيس بتاع الكنيسه، كبير البلد، هذه ناس مصدقين. كانت دي المصادر الأساسية اللي هم اللي الناس بتستقي منهم المعلومات. ده مش الحال دلوقتي. الحال دلوقتي بيه كل شخص يستطيع أن يضع على صفحته على السوشيال ميديا أي حاجة. والناس للأسف الشديد مع قلة الوعي خصوصا أن أنت بيه عندك الناس بيستهدفوكي. الاستهداف بيه في كل مكان في العالم. لكن من الواضح أن مصر بسبب ظروف كثيرة جدا نعلمها ونعلم تفاصيلها، في أكثر من أطراف محلية إقليمية دولية بتستهدفها بإشاعات متوالية ومستمرة. فأنا تصوري أنه هو العلاج الحقيقي أن أول ما تطلع إشاعة لازم يترد عليها فورا. ليه؟ إحنا كان عندنا مفهوم يقول لك لو سيب الإشاعة تموت وحدها. ما ينفعش هذا الأسلوب دلوقتي، لم يعد صالحا. مهما كانت الإشاعة تافهة لا أرد عليها لسبب بسيط. لما بتطلع الإشاعة وبتتحط على السوشيال ميديا وبتتحط خبر على اي موقع مهما كان درجه تفاهته، لما بتبحثي بعد كده بعد سنه او 12 بيظل ده موجود. على الاقل لما بطلع النفي ببقى عارف ان ده موجود. اللي هيبحث عن اصل هذه الاشاعه هيلاقي الخبرين، هيلاقي الاشاعه وهيلاقي الحقيقه. وانا عايز اسال حضرتك طيب عن نقطه. انا اسفه انه بقطعك، بس انا عايز اسال عن حاجات كتير. بس انا عايز اسال عن نقطه انه إتاحة التجاوب، يعني اذا كانت الاشاعه ممكن تعتبر اداه من ادوات قياس الراي العام، قياس الناس مبسوطة بإيه وزعلانة من إيه؟ طبعا. يعني هل نقدر نستخدمها بالطريقة دي؟ طبعا يا فندم، بصفة عامة الإشاعات بتظهر عندك إما أوقات أزمات شديدة جدا أو أوقات صدمات أو في أوقات حد عايز يعمل مشكلة في البلد طبيعي. وبعض الأشياء ممكن يبقى لها جزء من الحقيقة، يعني معنى أن أنا هقول والله أنا هطور الحديقة الدولية. هذا خبر سليم 100% بيتكلم عن تطوير الحديقة الدولية. لكن الـ هنا بقى تخش سوء النية. مين اللي هيستغل ده ويقول لك الحق ده هيعمله كذا؟ في مثل عظيم جدا في معرفش ممكن تقول في علم النفس ولا وهو ممكن يبقى في علم الإعلام وعلم الإشاعات. إنه مدرس
موجود في الفصل بتاعه، قال للتلاميذ يا اخوانا انا عندي بس حد متصل بيها، اضطر استاذنكم لمده ساعه. واقوم طالب من الطلبه قال له هتقف على الطالب ده، هتقف على الاولاد دول لحد ما ارجع. اخر واحد في الفصل المعلومه اللي وصلت له ان المدرس قامت في بيته حريقه واهله اتحرقوا والدنيا بقى. أيوة. هي كده. بص هنا رغم ان الامور واضحه بس على ما بيتنقل المعلومه او دينا الاشاعه، على ما بتوصل لاخر حد بتتحور تحور كامل. ها لانه هنا ما فيش حد قام ب اذا المزيد من التواصل. يفترض ان المدرس قبل ما يطلع من المدرسه على السبوره يكتب يا اخوانا انا رايح 10 دقائق عندي مشوار صغير هنا وراجع وانتهت. بس. فكده انا قطعت الطريق على قدر الامكان. نمره يعني جزء تاني من البتاع هو استمرار الوعي، ان كل مش بس حضرتك في الاعلام او الصحافه او عموما، لا المجتمع المدني كله، المسجد، الكنيسه، المدرسه، البيت، النقابات، المؤسسات، انه يا اخوانا خدوا بالكم انه في ناس كثيره جدا عايزين الناس تقف وتصدق اي حاجه. انا طبعا على تويتر بتسمعي حاجات وناس ليهم صفات شخصيه بيقولوا كلام غريب يعني ممكن يموت من الضحك من كتر تفاهته ومن كتر عبطه، لكن للاسف الشديد اللي بيغيظ اكتر انه هذا الكلام بيجد درجه تصديق من بعض الناس وبيصدق يعني. فبالتالي المساله متداخله جدا، كل واحد فقط يقوم بدوره في حتته ويؤدي دوره. أنا أظن بهذه الحالة شوية شوية يعني الناس هتدرك أنه تقدر تحصل. كمان نقدر نقول للناس يا أخوانا عشان تصدق معلومة، عشان اتأكد أنها موجودة على مصدر حقيقي، على وسيلة إعلام حقيقية، مش على صفحة أي أو ممكن تاخدها من على صفحة شخصية عامة، حساب معرف، بمعنى انه في دينا عبد الكريم معروفه اعلاميه وعضو ونائبه في مجلس النواب، لما هتحط حاجه على الصفحه بتاعتها انا هقدر، انا عماد حسين والمجتمع كله هقدر احاسبك، لان انت مش هتحط حاجه الا لما انت تكوني متاكده منها، وكذلك بقيه الشخصيات العامه. اما الحاجات السائبه والهائمه والعشوائيه اللي موجوده في اي مكان على دلوقتي، زمان كنا بنقول لك يقول لك ده انا قريتها في الجرايد، النهارده بيقول لك انا قريتها في الفيسبوك، قريتها على الفيسبوك، والفيسبوك على اطلاقه كده زي ما حضرتك بتقول مش مصدر بالضبط. ففي أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق.